فواتير وهمية وسهرات خارجة، تفاصيل مثيرة عن حياة شقيق أمير قطر السرية في أمريكا. لا يحب الشيخ المراهق خليفة بن حمد أن يسمع كلمة لا، فهذا ما عودته عليه والدته منذ نعومة أظافره، فكل شيء متاح وكل محظور مباح. وعندما اشتد عوده قرر الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف المعلن استكمال دراسته. بأسطول من السيارات الفارهة وجيش من المساعدين والحراس والخدم، وطأت قدم الشيخ الشاب خليفة بن حمد أرض مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في شهر سبتمبر من العام 2011، إلا أنه سرعان ما ترك دراسته وبدأ ينشغل بأمور أخرى. استقطبت حياة اللهو والسهرات الشيخ المراهق، لينتقل بعد ذلك إلى مدينة لاس فيغاس قبلة مدمني المقامرة في العالم. وهناك وجد الشيخ خليفة بن حمد ضالته ليعيش حياة المدينة الصاخبة هو ورفقته، فاعتاد السهر في الملاهي الليلية وأندية المقامرة مع حاشيته. فوفقا لتقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية مؤخرا، فقد كشفت عن الحياة السرية لشقيق أمير قطر السرية. حسب التقرير انتقل الشيخ خليفة بن حمد إلى مدينة لوس أنجلوس مع جيش من الخدم والمساعدين، حيث أقام وأصدقاؤه في أجنحة مطلة على ساحات روديو درايف المميزة، وعاش جيش من المساعدين والخدم في غرف تبلغ قيمتها $600 في الليلة، واعتاد 6 سائقين وحراس أمن تناول وجبتهم في مطعم الفندق، حيث كان سعر ساندويتش تشيزبرجر يصل إلى $30، وهي الفواتير التي كانت تتولى الحكومة القطرية تسديدها. وعلى الجانب الآخر لم تتركه والدته، حيث سبقته والدته الشيخة موزة المسند إلى المدينة لتنفيذ عملية احتيال غير مسبوقة في مجال التعليم، ألا وهي التعليم عن بعد وبالوكالة، إذ تم استئجار طالب دراسات عليا مكسيكي الأصل يدعى جوفينال كورتيس ليقوم بعمل الفروض الدراسية بالنيابة عن خليفة بن حمد، الذي اكتفى في مرات ظهوره القليلة في الحرم الجامعي بالتجول في الحدائق وارتياد المطاعم. بعد الاتفاق مع الشاب المكسيكي، تفرغ خليفة بن حمد بشكل كامل لرحلاته المنتظمة للمقامرة في لاس فيغاس، والتي كان يتم تزوير فواتيرها عن طريق شركة لتأجير السيارات حتى لا تنكشف تلك الممارسات أمام أفراد الأسرة الحاكمة في قطر وكذلك الحكومة القطرية. وبحسب ما نشرته لوس أنجلوس تايمز، كان من البديهي أنه كلما طالت فترة بقاء خليفة بن حمد وحاشيته في لوس أنجلوس، كلما حصل فندق بيفرلي ويلشاير على المزيد من الأموال التي تخرج من خزينة الدولة. أغدقت الشيخة موزة الأموال على كريس غليسون مدير الفندق الذي يقيم فيه ابنها خليفة بن حمد، ليستخدم الرجل علاقاته لمساعدة ابنها في دراساته الجامعية. وتحت قيادة الشيخة موزة بنت ناصر والدة خليفة بن حمد، قدمت مؤسسة قطر أكثر من $1 مليار للجامعات الأمريكية، مما يجعلها أكبر ممول أجنبي للتعليم العالي في الولايات المتحدة. وقام غليسون ومرافقون له من حاشية ومساعد الطالب خليفة بن حمد بزيارة لجامعة كاليفورنيا، حيث التقوا أليساندرو دورانتي عميد كلية العلوم الاجتماعية آنذاك، وجلبوا معهم مجموعة من التماثيل الذهبية وبعض الهدايا الأخرى. وأوضح الوفد أنهم يريدون وعدا بقبول خليفة بن حمد في الجامعة. حاول رئيس الجامعة إقناع الشيخ موزة وغليسون بأن ذلك ليس من صلاحياته، قائلا: لقد أخبرتهم مرارا وتكرارا أنني أولا بصفتي عميدا لا أتعامل مع حالات القبول بالجامعة على الإطلاق، مضيفا أنه أيضا لا يمكن للجامعة أن تقبل تسجيل شخص بسبب وضع خاص. وكشفت الصحيفة أنه بعد رفض الجامعة قبول خليفة بن حمد، اضطر القطريون ومساعدوهم إلى اللجوء إلى جامعة جنوب كاليفورنيا، وسعى أفراد من عائلة الثاني إلى التعرف على العديد من أمناء جامعة USC، ومن بينهم توماس باراك جونيور، وهو مستثمر ثري في لوس أنجلوس ومؤسس شركة أشرفت على بناء مجمع بيل إير المملوك للأسرة الحاكمة القطرية. وبعد 4 أشهر من انتهاء الاجتماع، انتقل الطالب خليفة بن حمد إلى جامعة جنوب كاليفورنيا، ولحق به ابن عمه وصديقه المقرب ناصر. وفي نفس الوقت تقريبا بدأت الجامعة في السعي للحصول على منحة كبيرة من مؤسسة قطر
لتمويل مركز البحوث البحرية بالجامعة في جزيرة كاتالينا. بمجرد بدء الدراسة أظهر خليفة بن حمد القليل من الحماس لدراسته وفقا لما صرح به بعض الأشخاص الذين عملوا معه وقتئذ، وأنه كان يقضي معظم اليوم في جناحه بالفندق يمارس ألعاب الفيديو مع مرافقيه وابن عمه، بالإضافة إلى تمضية العديد من الأمسيات يتحدث مع الأصدقاء في مقهى يورث. وتظهر فاتورة مارس 2015 أنه تم المطالبة بمبلغ 118 ألف دولار مقابل استئجار سيارة مرسيدس لم يتم استئجارها في الواقع، ولا يوجد أيضا مستندات في السجلات حول من قام بالحصول على هذه المبالغ. وكشف تقرير صحيفة لوس أنجلوس أن أحد أساتذة خليفة بن حمد بأنه أرسل أوراق الإجابة على الاختبار بنهاية الفصل الدراسي مع سائق في حقيبة تحتوي أيضا على ساعة يد ثمينة ماركة روليكس، إلا أنه ذهب إلى فندق بيفرلي ويلشاير وأعاد الساعة الثمينة. وفي العام التالي سلم السائق نفسه ساعة روليكس مرة أخرى وقال له إن خليفة بن حمد رفض استعادتها.